الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت ما وجه سؤال الملائكة لله لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ الجواب: هذا سؤال استعلام واستكشاف عن حكمة الله عز وجل، وليس سؤال اعتراض أو حسد لبني آدم. إنما أرادت الملائكة أن تستعلم عن حكمة الله وعظيم حكمته في ذلك فقط، فإنهم أعلى وأنقى من أن يعترضوا على شيء أراده الله عز وجل. فإن قلت وكيف علم الملائكة أصلا بأن بني آدم سيكونون على هذه الصورة، فنقول علموه بإعلام الله عز وجل